فنستأنف حديثنا بحول الله فيما كنا فيه من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخر السياق. سبق كلام عن مقاصد هذا المعنى القرآني العظيم أو هذا السياق القرآني العظيم من إتمام العبادات لله مطلقا من خلال هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. نقف اليوم مع بعض الحقائق الفقهية، لا لذات الفقه وقصده، وإنما لنبني عليه بحول الله مقاصد تربوية على منهجنا في التعامل مع القرآن الكريم من خلال بصائره، من خلال بصائر القرآن الكريم. سبق البيان في مقاصد الإتمام، إتمام العمل لله إخلاصا له بدءا وانتهاء. ومن ذلك أخذ العلماء أن من دخل في شيء من أعمال الحج والعمرة وجب عليه الإتمام وجوبا، ولو كانت العمرة على مذهب من يقول بأنها ندب وليست بواجب، أن هنالك من مذهب من يقول العمرة واجبة، لكن يعني الجمهور ومذهب مالك بشكل خاص يقول بأنها إنما هي ندب أو سنة مؤكدة. لكن من دخل فيها، يعني إنسان خرج معتمر بقصد نية العمرة، لا يخرجه قصد غير هذا، لا قصد تجاري ولا أي، ولكن غادي قصد العمرة أو قصد الحج، فقد لازمه الإتمام، واجب عليه يكمل. يعني قبل ما تدخل في العمرة أنت في الندب، كلك الدراية كلك ما الدراية. فإذا حرمت بالعمرة صارت في حقك آنئذ واجبة، قد فيه مندوبة. خذ من هذا السياق القرآني وأتموا، أن الإتمام أو الأمر يفيد الوجوب، وقد قرنت ها هنا بالحج، وأتموا الحج والعمرة لله. فمن خرج بقصد الحج لا يخرجه شيء غير ذلك القصد، أي ما عنده النية إلا ديال الحج أو ديال العمرة، فقد لزمه الإتمام ولا يجوز له بعد ذلك أن يتراجع أو أن ينقض نيته. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار، الأصل في الإحصار أن يكون بالحرب، نعوذ بالله من ولاتها وأوزارها، لكن عند الجمهور أيضا قد يكون بغير الحرب قياسا كالمرض أو الكسر أو يعني قطع الطريق طرف العصابات أو أي شيء من المصائب التي تنزل بالإنسان لا قدر الله. والإحصار الذي وقع عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إحصار عمرة الحديبية في صلح الحديبية، إنما كان ذاهبا إلى مكة لأداء مناسك العمرة فحصره وحاصره وقطع لي الطريق العدو آنئذ قريش قبل أن تفتح مكة وقبل أن تسلم قريش، فنحر هديه عليه الصلاة والسلام ها هنالك وحلق. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي أن الإنسان الذي لم يستطع أن يصل إلى الحرم في أداء مناسك الحج والعمرة من بعد ما انطلق خرج بالإحرام ووقع له عائق في الطريق من عدو أو مرض أو أي شيء طارئ فوق طاقته، فعليه آنئذ أن ينحر الهدي، فما استيسر من الهدي ينحر الهدي دياله ويحلق رأسه آنئذ. قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. اختلف علماء التفسير في هذه الآية، فقال الإمام أبو جعفر الطبري قولا وذهب الإمام ابن كثير إلى قول آخر، وفي نظر المتواضع متكاملان يمكن الجمع بينهم، وقد جمع بينهما بعض أهل العلم، وهو عطف هذه الآية ولا تحلقوا، الواو العاطف، هل هو يعود على قوله تعالى فإن أحصرتم أم على الجملة الأولى وأتموا الحج والعمرة لله؟ الذين قالوا إنما يعود على آخر معاد وهو الإمام أبو جعفر الطبري قال بأن يعني حرق الرأس ما ينبغي أن يكون إلا في المحل الذي وقع فيه الإحصار، يعني أنت غادي في الطريق لما وقف لك العدو منعك تزيد أو شدك المرض ثم يعني تحلق رأسك وتم تنحر. بينما ابن كثير رحمه الله ذهب إلى أن العطف على الجملة الأولى أو على الآية الأولى أو على بدء الآية، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيكون المعنى إذن أنه لا يجوز للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه إلا في محل الحرم، أي في يوم عاشر ذي الحجة في مينا كما هو معروف للذين أدوا مناسك الحج. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، أي هذه الناقة أو ذاك الدابة من الأنعام التي سقتها هديا في عمرتك أو في حجك وعمرتك،
فإذا بلغت محلها وهو الحرم وهو الموطن والزمان أيضا محل مكان والزمان الذي هو يوم عاشر للحجة اللي هو يوم العيد عند المسلمين وهو رمي جمرة العقبة آنئذ تنحر وتحلق ويقع التحلل الأصغر كما هو معروف في فقه الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قد يصاب الإنسان بأذى عفانا الله وإياكم مما يجعله مضطرا لحلق رأسه كما وقع لأحد الصحابة يعني صابته يعني آفة القمل في رأسه فتكاثر عليه ذلك مرض يعني ينبت القمل كما كان معروف القديم عفانا الله وإياكم فيعني هاج عليه ذلك الأمر حتى جعل ذلك يتناسل على جبهته وحواجبه كما في الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام رق له وقال له أليس أما معك شاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمره أن ينحر أو يذبح تلك الشاة بالحرى وأن يحلق رأسه لأنه فيه أذى أو يعني أي شيء يعني أي أمر قال به الطبيب بمعنى أن الطبيب إذا افتل شيء واحد قال له الدرار أنت خصك تحيد الشعر نظرا لكذا وكذا الطبيب له خبرته إذا كان أمينا قويا أمينا فأنا إذن يتنازل عند رأيه ويحلق الرأس ويذبح فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي اضطر إلى حلق شعره قبل محل النحر وقبل زمانه قبل المكان وقبل الزمن يعني من البداية ديال الإحرام دياله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام إما أنه يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين يعطيه نصف صاع وهو مداني يعني النص ديال صدقة الفطر زكاة الفطر النص ديالها لكل واحد ستة الناس ففدية من صيام ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام أو وحدة فيهم ماشي كلهم يجمعون وحدة فيهم إن أو تفيد التخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك النسك الذبح يذبح شات هي المذكورة في الحديث وهي التي عليها الفقهاء أيضا وحذف هذه الأمور هذه إلا أنه في الحديث حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي حلق رأسه لآفة القمل المتناثر يعني أعطاه الأولويات يعني بعكس ترتيب اللي في القرآن والفقهاء جمعوا بين ذلك أن القرآن فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الصيام ما كاينش الصيام يمكن له يدير الصدقة على ستة المساكين ما كان شيء يدير النسك النبي صلى الله عليه وسلم قال له الشاة هي الأولى عجل الصدقة عجل الصيام فالقرآن جاء بالأيسر أعطى السهلة واللي فوق منها واللي فوق منها والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي أعطاه الأعصر لا وإنما أعطاه الأمر اللي هو فيه أكثر أجرا لأنه أنا إذين يفتي نازلة كيشوف واحد السيد بعينه فلان بن فلان فبمعنى إذا كان الإنسان من أهل اليسار يعني ميسر عليه الله عز وجل عنده الفلوس فأفضل له أن يذبح شاة خير من أن يتصدق وأن يتصدق خير من أن يصوم لأن الشاة راه صدقة كبيرة ما بقاش غير ستة المساكن اللي غياكلوا منها ياكلوا منها بزاف وماشي صاع ديال التمر ولا ديال الشعير ولا ديال القمح هذا اللحم فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاه بالأفضل وبالأخير وبالأحسن وبالأعظم أجرا ولكن السياق اللي في القرآن أعطى السهل للناس باش يعني لأنه القرآن تحدث مع عموم الناس أما النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع صحابيين بعينه أعطاه اللي يصلح له هو فالقرآن بما أنه يتحدث مع عموم الناس يتحدث بالأيسر مطلقا كل واحد كيدخل في اللي على جهده اللي قد على الصيام كيديروا اللي ما قد على الصدقة كيدير الصيام اللي ما قد على الشاة وهكذا كيدخل كل واحد على حساب الجهد ديالو لأن أو تفيد التخير فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذه في الحالات العادية ما كاين إحصار ما كاين حرب ما كاين مرض والحمد لله فالإنسان يعني تمتع بالعمرة إلى الحج يعني الحج بالتمتع كما كيديروه أغلبية الساحقة ديال المغاربة فهنا أمر بأن يسوق هديا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهذا معروف الناس كلهم ما كيخلصوا يعني واحد التوصيل ديال شاة تذبح أنا إذن وتوزع فمن لم يجد ما عندوش فلوس يا الله البركة اللي عنده باش يوصل أو باش النفقة ديالو الخاصة ما عندوش قدرة باش يشري هذا كله الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إلى آخر السياق
وجب عليه أنا إذن أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وتبقى تسلوا سبعة تكمل عشرة، عشر أيام ترتب صومها دينا على ذمته نيابة عما لم يجد من الهدي، ما عندوش القدرة يخلص كبش أو الحولي أو الجمل أو البقرة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. متى تصام الثلاثة أيام؟ فقش صوم هذه الثلاثة. جمهور الفقهاء على أن صومها يجب أن يكون قبل العاشر من ذي الحجة، قبل عشر أيام ديال ذي الحجة، لأن دخلت عليها عشر أيام راه العيد وأيام التشريق أيضا أيام عيد، وورد النهي عن الصيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وليست أيام الصيام كما في صحيح مسلم وغيره. فصيام ثلاثة أيام يعني يبدأها من الإحرام إن شاء، وبعضهم قال قبل أن ينطلق، ولكن الأرجح أن يبدأها بعد إحرامه، ما عندوش معول شي ذبح الهدي التمتع يصوم ثلاثة أيام من يعني من يوم التروية مثلا أو قبله بيوم، ويوم ثامن يوم التروية، ويوم تاسع اللي هو يوم عرفة، لكن غدا عشرة سيفطر. فصيام ثلاثة أيام في الحج إذا قد سلوا سبعة، قيل حتى يرجع إلى رحاله وقيل حتى يرجع إلى بلده، وسبعة إذا رجعتم لمن هذا على الإطلاق ما مقيد، ممكن يعني من يتكمل يعني المناسك ديالك ودوز ثلاثة أيام ديال التشريق وراك باقي في ذي الحجة، ولكن يعني باقي في مكة وتصوم ثم البقية، كل يقول يودي حتى ترجع بلده، والأمر على إطلاقه إن شاء الله ما دام ليس هنالك قيد، خاصة الناس اللي كيأخروا الزيارة ديال المدينة يكمل مكة وباقي يعني يكمل مناسك الحج وانتهى أمر المناسك وتحلل التحلل الأصغر والتحلل الأكبر انتهى طافي بس البس ديالو وكمل شغلته ورجع. الناس اللي كيأخروا الزيارة ديال المدينة وكيمشي المدينة يدوز فيها 8 أيام أو تزيد أو تنقص يدير 7 أيام ديال الصيام تما إن شاء، وإن شاء حتى يرجع إلى بلده ووطنه ومنزله، لأن يعني القرآن الحمد لله في هذا الأمر والساعة وليس هنالك أي قيدين في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قيدش هذا الأمر في حاجة. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. العلماء قالوا هذا يعني إخراج لأهل مكة خاصة ومن في ضواحيها أنهم لا يتمتعون بالعمرة إلى الحج، تمتع معطي للناس اللي بعد، لأنه في واحد منهم قال الاستراحة تعتمر ثم تستريح قليلا وبعد ذلك تحرم، تستريح بمعنى أنك تخرج من الإحرام ذلك تتحلل ثم تحرم بعد ذلك بالحج في يوم التروية يوم ثامن ذي الحجة منطلقا إلى الحج. فهذه الراحة اللي كي يصيبها الحاج ما بين العمرة وما بين الحج إحلالا، حيث يحل له كل شيء من الألبسة والعطور ويعني معاشرة زوجته إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، فهذا الأمر يعني أتيح للحاج لأنه بعيد مسافر صوح نوع ديال الراحة ربي تعالى تكرم على عباده بهذا. ولكن القاطنون في مكة قالوا لهم ما عندكمش هذه المحنة راكم في ديوركم، ذلك لمن لم يكن أهله، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الوعيد العجيب الذي جاء في سياق أعمال قد لا يخطر بالبال أن يتعلق بها وعيد، واتقوا الله لأن الأمر بالتقوى هو أمر ترهيب وليس أمر ترغيب في حقيقة الأمر، لأن التقوى مرجعها الخوف من هذا الذي تتقيه، ولذلك بين علة التقوى وهي واعلموا أن الله شديد العقاب تعظيما منه سبحانه وتعالى لشعائره من أمور الحج والعمرة، وترهيبا ممن يستخف بها فينقص أو يزيد ولا يحترم هذه الأحكام، فهي أحكام تعبدية فيها معنى الخضوع وفيها معنى الذلة لله. إن بغيت تخدم العقل ديالك فهاد الشيء ما يخدمش، خاصة أمور الحج من أولها إلى آخرها، لماذا سبعة أيام مع ثلاثة أيام؟ لماذا تكون سبعة أيام هنالك وثلاثة أيام حتى نرجعوا؟ لماذا لا ينقص من السبعة أو من العشرة؟ لماذا لا يزاد؟ هذه الحدود تعبدية المعنى غير معقولة المعنى، يعني العقل ليس له قدرة على إدراك السبب والعلة، حكمتها عند الله قطعا، لكن في ذلك خضوع العقل لرب العقل سبحانه جل وعلا. تلاحظوا أمور ديال الحج كلها أمور تعبدية، ما معنى تعبدية؟ أمور الإنسان ما يفهمهاش بعقله، وهذا شيء عجيب جدا، شيء تربوي رفيع من أعمق مقاصد التربية. نطوف سبعا حول البيت، ما معنى نطوف سبعا؟ لا تستطيع أبدا أن تعلله بعلة عقلية معقولة منها.
نطوف سبعا والسلام، لأن الله أمرنا بالطواف سبعا وسن ذلك لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حجر نقبله وحجر نرجمه وحجرة حجرة، وكل أعمال الحج هكذا أمور لا يستطيع الإنسان أن يعقلها بعقله، يعني أن يدركها بعقله وأن يثقفها بدينه، ما يستطيع. تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هاجر سعت لأنه كانت تسعى من أجل الماء، أنت ما عندك شيء العطش ولا ولد رضيع يبكي أو غيره، ما عندك هذا الشيء. صحيح هنالك حكم بالقطع، لكن حكمة الحكم في ذلك كله من بدء الإحرام إلى نهايته بما في ذلك من أحكام مما ذكرنا الآن ومما لم نذكر، الإحصار والذبح والصيام والصدقة والنسك، كل هذه الأشياء مرجعها الرئيس واحد، وهو أن يخضع هذا العقل الإنساني الجبار لله الواحد القهار. يعني تما الإنسان إذا كان عبد كيدير العبودية لله ما يبداش يفهم على الله، هذا المقصد. قال لك بوس هذا الحجرة، بوس هذا الحجرة والسلام. سيدنا عمر قالها مش يقبل الحجر الأسود، يعني جاتوا ديك الهواجس فعقلوا أن الجاهلية كانوا يعبدون الأحجار، ولكن الآن مأمور بتقبيل هذا الحجر كما أمرت الملائكة بالسجود لآدم، ويتعلم أن السجود إنما هو لله. فقال للحجر والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. كان قبلك علاش؟ إيش العلة عنده؟ الاتباع، تبع سيدنا محمد، وهذا مح العبودية لله الواحد القهار. إنك تشوف أعبد العابدين وسيد المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخضع لله بما أمره، فيقبل حجرا ويرجم حجرا ويطوف هنا ويسجد هنالك ويركع هنا ويشرب من ماء زمزم ويطوف ويسعى سبعة أشواط، تما غتكون شيء أحسن منه وكتفهم أكثر منه، لن تكون أذكى منه ولا أقل ولا أثقف منه عليه الصلاة والسلام. فبما أتاه الله جل وعلا من العلم والحكمة يخضع لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إسلام واستسلام وخضوع، فأعمال الحج توطن القلب المؤمن على أن يخضع عقله لله ولا يستدرك عليه، استدراك على الله عز وجل. وهذه الآفة كانت في بني إسرائيل، يعني الاستدراك بحال واحد كيهضر معك كيهضر معك ويحاول يقنعك حتى تخليه تيكمل كتقول له ولكن، لما الكلام ديال كله مشى ولكن استدرك عليه، من سوء الأدب مع الله عز وجل أن يقال له ذلك. ولذلك من كمال العبودية، عبودية العبد لله، أن لا يستدرك على ربه بأن يخضع لمولاه في كل ما أمر، تحقق العبودية. لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. بعض الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نحاسب على ما نخفي في أنفسنا وخواطرنا ونحن لا نتحكم في ذلك؟ تكذب قال تكذب الخواطر اش غدير لها؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فسيدنا محمد قال لهم لا تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا واطعنا. عندك راه رب العالمين هذا مع من كتكلم، لا تسدك على مولاك، قولوا سمعنا واطعنا. الصحابه كانوا مربيين ومؤدبين مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ومع رب العالمين جل وعلا، ما زدتش معنا هضره. الصحابه قالوا لسيدنا رسول الله سمعنا وأطعنا، وهو كينزل العفو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقبل ذلك وقالوا سمعنا وأطعنا، شيء لطيف. بما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلم يحاسب الناس بما في خواطر، ما بقاش بعد ذلك يعني أن الله عز وجل يحاسب الناس بدك الشيء اللي يجي في البال، ما يحاسبهم إلا باللي خرجوا على لسانهم أو داروا بيديهم وجليهم، أي الأعمال كسب لها ما كسبت كسب. فهذا المعنى يتربى عليه المؤمن في الحج بشكل بارز وفي كل أعمال الدين. إذا تأمل الإنسان مفهوم الدين، معنى الدين، معنى في كل أموره، راجع إلى إخضاع العبد لله عقلا وقلبا. دان يدين أي ذل يذل، وهذا من اللطائف الحقيقية حقيقة فعلا التي وجب على المؤمن أن يراجع نفسه فيها في كل عمل يقدم عليه مما يظن أنه دين. ولكن كيغيب هذا الشيء، كيغيب على البال ديال الإنسان حقيقة. أنا وأنت إذا كنت تشتغل بشيء الأصل فيه أنه عبادة من أمور
المعاملات أو العبادات قبل ذلك أو الدعوة إلى الله أو سائر الأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية والنقابية، مما الأصل فيه عندك أنه تريد أن تعبد الله به، حقق هذا المعنى. واش فعلا هذاك العمل تشعر فيه بخضوع القلب لله الواحد القهار، أم أنك تريد أن تحقق شهوة أو حظا دنيويا أو حظا يعني من حظوظ التي تتعلق بتحقيق ذاتك؟ إذن ليس بدين، إن لم يكن عليه وزر فلا أجر فيه إطلاقا، ليس بدين، لأن الدين هو ما دان فيه القلب لله. الدين والإسلام كل الإسلام دين، إن الدين عند الله الإسلام، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين خضوع لرب العالم، الدين كل الدين خضوع، وما شذ عن ذلك فليس بدين، كان ما كان وكائنا من كان من قام به. لأن أصول العبادات اللي هي أركان الإسلام وظيفتها الأساس إنما هي تعبيد الإنسان لله وتربيته على أن يكون سائر عمله على ذلك الوزن. لاحظ أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها كتربية، هذه الأصول، هذه أركان تربي الإنسان على أن يخضع لله، فإذا خضع في هذه حقيقة كان فيما سواها أخضع، يعني هذاك الخضوع كيصحبوه يتبعه إلى سوقه إلى إدارته إلى كل عمله، ومن باب أولى وأحرى يتبعه إلى دعوته إن كان مشتغلا بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا ما تبعوش فقد انتقلت عنده العبادة إلى العادة وخرج من الدين إلى اللا دين، ولو كان ظاهر كلامه وظاهر شكله دين، لأنه ما حققش معنى الخضوع في ذلك العمل والذل لله وهو معنى الدين. الحج واضح جدا أنه كيربي الإنسان على هذا الشيء، يعني حقيقي يعني الحج فيه شيء عجيبة، أمور ما كتدركش ما كتفهمش. إن كنت أنسى فلا أنسى حادثة نازلة وقعت واحد المرة في عمرة من العمرات اللي يصر فيها الله عز وجل، وكان معنا واحد وفد، وكان وفد مما يسمى بالمثقفين، مش معادي المغاربة، مثقفين المغاربة، وفد رسمي. مشينا الحجاز، ما أصلا كانت زيارة يعني الجامعات العربية السعودية، وكملنا بالعمرة. فبعض من كان في الوفدي لم يكن ذا دين، ما كان بينه وبين الدين غير السلام عليكم، يعني ما كيتفهمش مع الدين، ما يصلي ما يدير حتى حاجة، خطرة فضل الدين، يعني عنده تفكير كما يقولوا هما الناس ديال الثقافة حداثي، هذاك هو الدين ديالو، هو الحداثة، الفكر ديالو البوصلة ديالو كلها ليه عند النصارى مش عند المسلمين. سبحان الله، في اللحظات الأخيرة من الرحلة وقر الإيمان في قلبه، عاود ربي تعالى حيا الإيمان ديالو، سبحان الله العظيم. ونحن نتهيأ للعمرة، يعني هو ما كيصليش أصلا غير العمرة، فبدا يسأل. المهم كانت مشكلات عنده نفسية كبيرة جدا لي يقوم بما قام به، وكانت واحد نكتة لطيفة، هما الحنابلة في أغلبهم يكفرون تارك الصلاة، تارك الصلاة عندهم ماشي مسلم كاع مفضل منهم. فا يعني كنا في الوفد وبحال يعني ما رضاش يجي لعندي، مشى سول هذاك الدليل الآخر يعني السعودي، قال له ودي أنا ما كنصليش باغي ندير العمرة، قال له لا تصلي يا أخي أنت كافر. يعني أصابه بزلزال، فهذاك الرجل المسكين يعني بدا يعرق وينشف، يعني وصل واحد الحالة نفسية مزيرة بزاف. فهذاك الآخر يعني الشيخ السعودي اضطرب، شاف ديك الحالة ديال النفسية وعيط ليا، قال لي أستاذ أستاذ أجي، يعني يا أخي قول لي أنا نصحته وكذا وكذا. فما عرفت القصة شنو دار بيناتهم، خديته قلت له شوف يا أخي الكريم، ذلك رأي فقهي عندهم هما، حنا المغاربة مالكية لا نكفر تارك الصلاة، كنعتبروها مصيبة، تارك الصلاة مصيبة ومعصية كبيرة، لكن ليس بكافر. يعني ماشي زعما يطرد ديك الساعة ديك الشهادة بلا إله إلا رسول الله ونسلمه ويغتسل ديك المحنة كلها، لو دي إن شاء الله اغتسل نفسه يغتسل باش يصلي وكذا إلى آخره، ومشي منها وصلي وسلم. ففعلا هذا الذي حصل، مازال كنتذكر كان كيطوف معايا حدايا، هو غادي هو كيطوف في حول الكعبة، مازال يعني الكلمات ديالو في ودني كيقول ياه يا الحدثة يا ودي، زعما ديك الفهمات كل هذا العقل مشات، دابا رانا نطوف. هذا هو الجوهر ديال الدين اللي كيزول الكبرياء العقلاني للإنسان، ديك الفهمات العقل، داك الكبرياء، داك الطغيان العقلي يتكسر هنالك ليقوم الإنسان بعمل لا يفهمه عقلا، ولكن شي واحد يؤمن أن الله قال له افعل هكذا، كيقول سمعنا وأطعنا. فحقيقة يعني الحج في واحد تربية ديال إخضاع العقل خضوعا، فيه ذلة وانكسار لله.
ولذلك أسوأ مظاهر اللادين الكبر والكبرياء. كبر أخبث شيء. ليش؟ لأنه فيه دعوة الألوهية بشكل مباشر أو غير مباشر. لماذا أبى إبليس أن يسجد لآدم؟ كبر. إلا إبليس أبى استكبر. فرعون أيضا استكبر. فهؤلاء هم يعني أساطنة الكبرياء، إبليس من الجن وفرعون نموذج من الإنس، وكلاهما شيطان. والمؤمن هو الذي لا يلقي في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك كلما وجدت حكما شرعيا ارتبط بالنهي عن الكبر إلا ووجدته شديدا. شوف الأحكام الشرعية اللي مرتبطة بالنهي، يعني أساليب النهي وتحريم الكبر يعني في الكتاب والسنة صعبة، كما في حديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قصمته، وفي رواية أصح قذفته في النار. ولذلك حرم الإسلام إسبال الإزار للكبري للخيلاء، وأوعد وعيدا شديدا من أسبل إزاره: لا ينظر الله إليه من القيامة، ما أسفل الكعب من الإزار في النار. واش لأنه شروي طهرته؟ لا أبدا. وإلا فقد ثبت في أحاديث صحاح أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يجر إزاره كان مزروب في حادثة صلاة الكسوف، وأن أبا بكر كان أيضا يقع على ذلك بسبب يعني ضعفين في خاصرته، ماشي سمين ما كيتشدوا شيء العزام مزيان ديال الإزار ديال. قالوا لست ممن يفعله خيلاء، خيلاء وكبرياء. ولذلك قلنا غير ما مرة إن التحريم الغليظ في هذا مقيد بهذا المعنى، ونعلم أن بعض أهل العلم كيقولوا ما مقيدش، لا مقيد قال ما مقيدش، وبيناه بالأدلة التي نحسب أن فيها ضربا من القطع أو ما يقرب من القطع، لكن يعني مكروه الإنسان فعلا أنه بدأ يجر حوايج وغير هكاك وخا ما عندوش الكبرياء، يعني ما يقربش الإنسان الحرام، دع بينك وبين الحرام سترة من الحلال، أو بالأحرى مكروه كاع ما تقربوش. لكن التحريم الغليظ متعلق بهذا المعنى، أن على قدر الجريمة تكون العقوبة. واش هذيك لا ينظر الله إليه يوم القيامة كل على سنتيم زيد؟ لا، على هذا الذي وقع في قلبك من الكبرياء، لأن هذيك ألوهية، هذيك وثنية خفية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أنت تعبد ذاتك من دون الله. فالدين تربية القلب على إخراج كل ذرات الكبر من القلب. قال لك حلق راسك تحلق راسك، ولذلك فضل الحلقة على التقصير أو القصر في الشعر، يعني اللي كيكرد شعره ما نقوله بالعامية ديالنا أفضل في الدين. فطبعا في الحج والعمرة شي ديما طوبى للحالقين قيل والمقصرين يا رسول الله، قال طوبى للحالقين قيل والمقصرين يا رسول الله، قال طوبى للحالقين تلت عاد قالوا والمقصرين. صلح الحديبية لما بغاو يعتمروا وقالوا من الإحصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صافي ما تبين أنه لا إمكان لإتمام العمرة حلق رأسه ونحر هديه، كررت الرأس ديالو عليه الصلاة والسلام حلق. فبعض الصحابة حلق وبعض الصحابة قصر نقص بالمقص لأنه جائز، ولكن لأن الحلق فيه ذلة أكثر من التقصير. أنا الزعم أنت يجوز أنك تقصر شعرك، ولكن علاش ما بغيتش تقصر؟ ممكن يكون عندك شي سبب مشروع مقبول، لا بس كاين اللي عنده واحد السبب مذموم ما كيرضاش يبلو راسه مبصل، لا خليها هكاك مبصل لله الواحد القهار، خضع. إذا عندك هذا المعنى راه عيب ما مزيان. طوبى للحالقين كتكون لله، داك الشيء عجيب والله، تربية لطيفة جميلة جدا، خاضع لله. كيتقد الناس كلهم مقدين، اللي عنده شعر مزيان ولا مكردد كل شيء الراس ما كاينش، شيء جميل جدا. عند اللحظة الإنسان كيشعر فيها بأنه يعني يستجيب لله، يسلم أمره لله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وسبحان الله العظيم فعلا شوف هذه الأحكام، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني أشياء تجعل الناس يصطفون بين يدي الله يأتمرون بأمره وينتهون بنهي. قال لك هذه ديرة اعمل كتقول سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا. ولذلك نبه واتقوا الله، عندها تجيك الفهمات في مخك تبدأ تزيد من راسك أو تبدأ تستدرك على مولاك اللي خلقك، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه جاء سياق الترغيب، لأنه جاءت هذه الأحكام فيها واحد نوع من الصرامة التي ليس فيها مجال للتعليل العقلاني، فجاء فيها سياق الإلزام والترهيب من أن يخالفها عبد من العباد فيخسرها.
عبديته لله، ما كيبقاش عبد حقيقي، لكن معنى ديالو عبد كينقص أو يضيع بالكلية. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يستأنف سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله العظيم، هذا اللطائف ديال يعني الفقه، أحكام ديال الشريعة مبنية على المعاني ديال التربية. مع الأسف أقول بكل صراحة، مع الأسف الشديد، أغلب كتب الفقه ما كتلقاش فيها هذه المعاني التربوية. يعني الفقه تجهر عصور متأخرة، طبعا تجهر الفقه في سياق يعني أحكام بواحد شكل ميكانيكي يعني حسي، ما فيهش الذوق التربوي. بينما القرآن لا، مش هيك كدير، ما من حكم شرعي في كتاب الله إلا ويسبقه أو يلحقه أو يقرنه قرائن نواحق سوابق مقاصد تربوية ولطائف قلبية. باش الإنسان كتجي الأحكام كتنزل على قلب ديالو، تنزل على قلبه أحكام حلال حرام، ولكن بمقاصد تربوية تجعله يتقبل ذلك الحكم الشرعي بقلب مسلم لله، مسلم لله. هذه جمالية الأحكام في الكتاب والسنة. ولذلك أفضل مصادر الفقه الإسلامي، أفضلها كتب أحكام القرآن وكتب فقه الحديث، هما الأولين. عاد تجي كتب الفقه العملية تلخص الفقه وتجرده من أدلته، مزيانة مفيدة لا شك في هذا، ولكنها لا تربي، ما كتعطي تربية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أي أن هذه المناسك جعلها الله عز وجل في مواقيت معلومة وأزمنة محصورة. الحج أشهر معلومات، ولذلك لا يمكنك أن توقع الحج في الوقت الذي تريد. تقول أنا غادي نحج في الصيف، لا نحج في الخريف، حج ربي اللي كيعطي له سبحانه وتعالى. وجعله يدور مدار الفلك، كل عام فاش يجي سائر العبادات هكذا، رمضان كذلك، وهكذا وهكذا. باش كتعبد الله في منازل شتى، تعبده في الحر وتعبده في القر، يعني في الحرارة والبرد، وفي الجو المعتدل وفي الجو غير المعتدل، وفي وقت الثمار وفي غير وقت الثمار. عبد، عبد لله. ندور كما يدور الفلك أو كما تدور الكواكب والنجوم في الأفلاك بالعبادة، منازل. مرة كنعبدوا في هذا المنزلة، مرة نعبدوا في هذا المنزلة، فكتكون الأمة الإسلامية تعبد ربها في كل المنازل على كل الأحوال زمانا ومكانا. والحج من هذا القبيل، أشهر معلومات، وهذه الأشهر كما تعلمون تدور مع الفلك، مرة تجي في الشتاء، مرة تجي في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الربيع، كل مرة فجبها الله سبحانه وتعالى. فأنت ملزم بأن يكون حجك ضمنها لا خارجها، شوال ذو القعدة إلى عاشر ذي الحجة، هذه الأشهر شهر شوال وذو القعدة والطرف ديال ذو الحجة اللي كيمكن لك يعني توقع فيه الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، لأنه الحج يعني بين قوسين قيل للتراخي قيل للفور، ما كاين شيء، ولكن ممكن يعني تقول هذا العام الحج أو العام اللي من بعده أو كتختار أنت، لكن أنت ملزم بتلك الأشهر. فمن فرض، داكشي باش قال فمن فرض، لأن الله هو اللي فرضه، ولكن أنت كتوقع تحقيق المناط وتنزيله على اللحظة بالضبط التي تيسرت لك. فمن فرض فيهن الحج انتهى، ما بقاش ديال راسه، ديال الله سبحانه وتعالى. احنا ديال الله في جميع الأحوال، ولكن في تلك اللحظة كتكون ديال الله كامل، أي تحرص ألا ينخرم شيء منك لغير الله فيختطفه منك الشيطان. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن راك في دورة تربوية روحية مقصدها أن تكون عبدا لله كاملا، كاملا، تخلي شي حاجة اللي ليك أو للشيطان. كلك ينبغي أن تكون خلال أشهر الحج وخلال أعمال الحج، بدءا من التحريم أو الإحرام إلى التحليل التحلل، أن تكون كاملا لله. الرفث هو أن يجامع الرجل زوجته أو أن يفعل شيئا من مقدمات ذلك من الكلام والغزل والإشارة، أي شيء أحرمت أو أحرمت المرأة فتحدث قطيعة كاملة مع أمور الجماع مقدماته أو ما يتعلق به، فلا رفث. هذا يعني الرفث الحلال، أما الحرم حرم في الحج وفي غير الحج، لكنه أضاف شيئا من المحرمات أو المكروهات
يصير فيها الإنسان إلى مستوى الكمال ولا فسوق، لأنه خارج الحج حتى أنت مطلوب لا فسوق في غير الحج، لكن في الحج ينبغي أن تحقق كمالا في ذلك. لأنه يعني يقدر واحد يأذيك يستفزك يأذيك ما ترد ما ترد، سبك ما تسبش، ضربك ما تضربش، تحقق كمال مما يمكنك أن تفعله خارج الحج. دفع على رأسك ترد إلى بغيت، طبعا دائما الأحسن هو والكاظمين الغيظة، ولكن في الحج يصبح ذلك لازما ماشي لخاطرك، وعلى قدر خرمك ينتقص حجك. قداش ما نقصت من هذه المعاني كيكون الحج ناقص، ماشي باطل ولكن ناقص، على حسب طبعا على حسب النازلة ماشي بالإطلاق. ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال، ومع الأسف الجدال زعما يعني المجادلة أو يعني المناقشة الزايدة، مراء مناقشة زايدة، واحد واخا في العلم كان جادلو باغي نبين له شي حاجة فقهية وجادلني، ما معنى جادلني يعني يمكن ما فهمش وبغى أو ما اقتنعش بغى يرد عليا، رد عليه ما كاين باس، ولكن غير نسق له الخبر ونفهم بأنه يعني بدا يجادل كما نقولوا بالدارجة ديالنا بشكل واضح، بدا يكعرر في الكلام، وقف جيتش معاه صف، لأنه ما باغيش يفهم هذا، باغي يتلهى بيا، فلا أضيع حجي ولا حجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. ولذلك يعني ينبغي للمؤمن أن يتحلى بقدر عال جدا من الصبر. لما؟ لأن في الصبر معنى الخضوع لله، هذا الشيء كله ضار على معنى واحد من البداية حتى النهاية. ولن تعبد لله كما تطوف سبعا وترجم حجرا وتقبل حجرا، فأيضا اضغط على نفسك إن كنت عبدا لله فلا تنتقم لنفسك في شيء من هذا بالجهل، لأن مع الأسف قد نقع في توافه أشياء ما فيها متشف توافه مرارا، الشيء شفنا بعيننا تما مع الأسف، واحد سرقوا ليه مضل حتى هو سرق مضل نوازل شفتها بعيني، عاود يحط المضل ماشي ديال قال الدولي مضلي، اتق الله يا أخي الكريم يديك حتى 10 دندوره ما تهزش المشي ديالك، شيء غريبه كتبقاتي. قالوا كينسى بان راه في هذيك اللحظه كيدرب القلب ديالو باش يكون لله ولله فقط، شيء غريب. فلذلك اللحظه ديال الحج او العمره هي لحظه دوره تدريبيه للروح للقلب ليكون لله فقط، فكتكون في حاله استنفار تعبدي قصوى من التحريم حتى للتحليل وانت حاضر راسك. فمن فرض فيهن الحجة فلا 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 تنفي جنس المعنى ولا سنتيم، تنفي جنس المعنى، فلا رفث خقلي ولا فسوق وخقلي ولا جدال وخكلمة، هذا لا نافية للجنس أي جنس الفسوق كله قليله كثيره، الرفث قبل ذلك، الجدال لا شيء، لتكون لله ولله فقط. هذا حج مبرور وعد الذي قال فيه رجع كيوم ولدته أمه، شي سهل حقيقة كيوم ولدته أمه، كمان صفاء تام، لأنك صرت عبدا لله كاملا تنتع، لم تبقي لنفسك ولا للشيطان شيئا، بل جعلت كلك لله مظهرا ومخبرا. هذا حج وهذا عمرة وهذا إتمام، وأتم الحج والعمرة لله، هذا إتمام حقيقي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذا كنت تتعامل مع الله عز وجل ما يضركش أن فلان أغاظك أو آذاك، راك تتعامل مع مولاك الكريم، راه سبحانه كيشوف فيك، عندك تنسى، لا تنسى أنه سبحانه ينظر إليك مما قدمت من خيرات وبركات مادية ومعنوية، سعيت طوفت صليت نحرت صمت، وأيضا صبرت على من آذاك في كذا، وعفوت عن من ضربك بكذا وأخذ منك كذا. وما تفعل من خير يعلمه الله، رأى ربي سبحانه كيشوف فيك اش كدير، يرقبك ويفرح بك، فافرح بعملك وتزود. أنت في سفر تحتاج إلى زاد مادي، تدي معك الماكلة فليسات إلى آخره، ولكن أنت أيضا في سفر إلى الله، فكما غادي لمكة كتزود ليها كذلك جاي رجع لبلادك، تزود من مكة حقائق الإيمان، تزود من حجك زاد التقوى اللي يوصلك لبلادك، لا اللي يوصلك لله، يدي لك ما بقي من عمرك كله.
وتزودوا فإن خير الزاد اللي غتجيب من تما مع الأسف مع الأسف لأن كنجيبوا الشوانط عامرين القشاواش الميكا الثوب الذهب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني اللي عندهم العقل وكيعرفوا الدنيا اش فيها والزمان والعمر قصير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب جمعوا لب العاقلين والحمق هما اللي جايبين الشوانط بزاف والعقل جاي خفيف ولكن قلب قلب مليء بالإيمان بالله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقين واغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.